هي مغامرة في الواقع. لو الواحد يجب أن يكون واقعي مع نفسه وواقعي مع المحيط اللي عايش فيه. القدرات الفنية عندنا والقدرات السياسية اللي عندنا يعني تقريبا في القطاع النفطي تقريبا شبه معدومة، وبالتالي تدخل في مشروع ضخم بهذه الضخامة، 9 بليون دولار تقريبا، وانت عندك حصة 35% بدون القيام بدراسات وافية ومعرفة طبيعة الدولة اللي انت راح تتعامل معها. اعتقادي هذا يعني مثل ما يقولون طريق إلى الفشل. يعني احنا علاقتنا التاريخية مع دولة مثل فيتنام علاقة تزويد بيع المنتجات النفطية إلى فيتنام، بس هذا اللي عندنا. يعني ما عندنا أي علاقة اجتماعية أو علاقة سياسية وياهم في ذاك الضخامة. هذه واحدة. الشيء الثاني، الواحد يطرق على نفسه سؤال: لماذا المشاركة اليابانيين معنا؟ إذا كانت عندنا قدرات، إحنا كان المفروض منا نروح حق الفيتناميين، ونعرف الفيتنام هي إحدى الدول التي نمو الطاقة فيها في ازدياد مستمر، وبالتالي كان المفروض مع العلاقات التجارية التاريخية اللي كانت بيننا وبينهم المفروض إحنا نناقشهم في الموضوع ونطالع بالضبط هم ايش يبون، شنو المشاكل اللي راح نواجهها، خصوصا إن فيتنام الناس تدري كلها دولة اشتراكية ذات الحكومة هي مسيطرة على كل شيء. كان المفروض منا ان نقوم احنا بالدراسة واحنا نسوي العملية. ليش يعني الشريك الياباني؟ فالعملية يعني ليست، وبعدين احنا عندنا نفط صحيح في بداية العملية، اذا كان المفروض نريد ان ندخل في مشروع ضخم مثل المشروع هذا، ليش ابتدينا في موضوع المصفات، ومعها مع المصفات ايضا قسم اخر كيميائي، ومعظم المنتجات الكيميائيه الاوليه اللي راح تخرج من المصفات راح تروح اليابان. يعني لماذا هذا؟ كان المفروض ان نناقش الجماعه اوليا في بناء مصفات والنقاش معاهم بجديه، ونطالع المشاكل الفنية اللي عندهم ذيك الساعة ندخل في المشاكل، بس نروح عن طريق اليابانيين، اعتقادي هذا يعني غير منطقي.